وأيضا في الصفحة الأولى: الرئيس يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية وميكنة منظومة التقاضي، تكليفات بتعزيز جهود استخدام الذكاء الاصطناعي. الرئيس عفوا. وده كان الحديث في المصري اليوم في الصفحة الأولى حول فكرة مبادرة مصر الرقمية، اللي خلونا نلقي عليها المزيد من الضوء والتوضيح من خلال حديث سيادة المستشار مهندس روماني رزق الله خبير الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، اللي هيكون معانا بعد قليل. لكن الحديث عن مبادرة مصر الرقمية في حد ذاته هو مساهمة بشكل مباشر في جهود الدولة الكاملة اللي احنا بنتكلم عنها منذ سنوات في عملية التحول الرقمي. يا ترى ايه اللي هتفيده في هذه المبادرة في عملية التحول الرقمي الكامل؟ ده سؤالنا لسيادة المستشار المهندس روماني رزق الله خبير الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، متشرف بوجودي معاكم. اهلا بيك، شرف لينا. سيادة المستشار، طبيعة هذه المبادرة وهي مبادرة مصر الرقمية بتفيد في ايه في عملية التحول الرقمي اللي مصر بتعيشها منذ سنوات؟ بص يا فندم، انا في المداخلة دي هتكلم على حاجتين في مبادرة مصر الرقمية. مبادرة مصر الرقمية كبيرة جدا وبتشمل الدولة المصرية كلها انها تعمل لها التحول الرقمي الكامل. بس سيادة الرئيس امبارح شدد على موضوعين مهمين جدا، وانا شايف ان هم مهمين جدا، على عدالة مصر الرقمية وعلى منصة لنماذج المجتمعات العمرانية. فهبدأ الاول بعدالة مصر الرقمية. فندم، دي منظومة كاملة للتقاضي في مصر. ازاي احنا دلوقتي احنا عارفين كلنا ان العدالة البطيئة ظلم، فتنظيم القطاع بتاع العدالة والتقاضي في مصر ده موضوع مهم جدا. ازاي انا فهرس القضايا، ازاي انا يبقى عندي الجلسات بتبقى كلها متحولة لديجيتال، اقدر كل البيانات بتاعتي. ده بيفيد السادة القضاء وبيفيد المتقاضين انهم يقدروا يسرعوا عملية التقاضي بطريقة منضبطة، ويقدر يخليني اقدر احصل على حقي بطريقة منظمة جدا وما فيهاش الورقيات والحاجات اللي ممكن الخطأ البشري يبقى بيسهم فيها وبيأخر عمليات التقاضي، وده شيء طبيعي. ازاي بقى نستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في انها تقدر تحسن من مناخ حياتنا. وموضوع العدالة حتى من اسمه كده، عدالة مصر الرقمية، اسم انا شايف انه يعني جميل جدا وباذن الله يتحقق على ارض الواقع. دي اول. طب سيادة المستشار، هل عدالة مصر الرقمية هتتحقق في كل او التحول الرقمي في مجال العدالة والتقاضي هيتم في كل مجالات التقاضي ام سيتم على مستوى معين؟ بص يا فندم، هو بتبقى طبعا التحول واسمه كده التحول بيبقى جزئي الى اوصل للشمول الكامل للقطاع نفسه. نعم. واحنا بنهدف ان القطاع، كل قطاعات مصر من خلال مبادره مصر الرقميه تتحول لديجيتال بنهايه 23 يعني. وانا دايما بقول ان انتقال الدوله والقياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء بمجموعه الوزراء كلهم للعاصمه الاداريه الجديده مش انتقال مكاني، هو انتقال من اجل تطبيق هذه المنظومات الرقميه الحديثه اللي تخدم المواطن، واخد بال حضرتك؟ فاحنا بنسعى لتكامل كامل، وان انا كل الخدمات بدخل مجموعه من الخدمات الى ان احول كل الخدمات لخدمات رقميه. لانه برضو لازم نبقى فاهمين ان انا اعمل هذا التحول الرقمي في دوله بحجم مصر، بدولة تعداد السكان بتاعها واصل ل 110 مليون نسمة، ده شيء ضخم جدا جدا. أنا بخدم هذا العدد، يعني ده ممكن يبقى مقبول في دول معينة، لكن في مصر ده عمل ضخم جدا جدا جدا. لازم نبرز أهميته ودوره وقد إيه هيساعد كل هذا الشعب في إنه يقدر يحصل على خدمات حكومية منضبطة. ده بتأكيد. مهمة جدا جدا. نعم. طيب بالنسبة حضرتك قلت لي ان هما شقين، شق خاص بعدالة مصر الرقمية والشق الاخر خاص بالمجتمعات العمرانية. بص يا فندم، احنا شفنا القيادة السياسية بتحط ايدها على مواضيع مهمة جدا، منها مواضيع التمدد العمراني اللي موجود،
وكنا بنشوف موضوع التصالحات وقد ايه كان مرهق لينا كلنا كشعب وكذا، بس احنا لازم دلوقتي نمد ايدينا في الملفات الصعبه. فجزء منها ان انا اعمل منصه لنماذج المجتمعات العمرانيه دي، بتقدر المنصه دي بتشتغل على التخطيط والتنظيم العمراني الجديد والالتزام بالقانون. يعني انا دلوقتي لما باجي اعالج المشاكل القديمه يجب ان انا بقى اوقف المشاكل انها تحصل جديده، وعشان كده انا بدات بالقانون من خلال عادات مصر الرقميه، وبكمل بحته النماذج العمرانيه. النماذج العمرانيه دي نماذج لحوكمه الدوله المصريه في قطاع البناء، وازاي انا يبقى عندي منظومه منضبطه مرقمنه لقطاع البناء بيشتغل عليها كمان القانون والتخطيط العمراني الجديد. فدي حاجة مهمة جدا 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 ان انا انظم القطاع ده. فهي منصة لنماذج المجتمعات العمرانية، هي هتطور قطاع البناء في مصر، هترقمنه، هتقدر تشغل القانون بتاعه مع التنسيق العمراني الجديد، هتعمل حاجة هايلة جدا جدا. وزي ما انا دايما بحب اقول، المواطنة بتاعت اي مواطن هي ثلاث حاجات بتقدمهم الدولة لي: صحة وتعليم ومسكن. والثلاثة دول احنا بنشوف ان الدولة قد ايه بتبذل مجهود كبير جدا جدا عشان تقدر توفرهم بطريقة مهمة للمواطن، وبنرجع نخدم المواطن المصري اللي عانى من اهمال لفترات طويلة قبل كده. نعم، احنا بنتمنى دي تكون اضافة في عملية التحول الرقمي بشكل حقيقي، خاصة انها في مضمارين شديدي الاهمية في هذه المرحلة، اذا كانت منظومة التقاضي وايضا منظومة العقار والبناء في مصر، وبتحتاج لهذا بشكل حقيقي. انا بشكر حضرتك سيادة المستشار المهندس روماني رزق الله، خبير الادارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.